Voice India. شكرا على حسن إصغاءكم. بالإمكان الاستماع إلى قراءات من الإنجيل المقدس كل يوم اثنين باللغة العربية، وكل يوم أربعاء بلغة الأردو، وكل يوم جمعة بلغة البنجابي في مثل هذا الوقت. الإنجيل كما دونه متى، الفصل 22. وعاد يسوع يتكلم بالأمثال فقال: يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أقام وليمة في عرس ابنه، وأرسل عبيده يستدعي المدعوين إلى العرس فلم يرغبوا في الحضور. فأرسل الملك ثانية عبيدا آخرين قائلا لهم: قولوا للمدعوين: ها أنا قد أعددت وليمتي، ثيراني وعجولي المسمنة قد ذبحت وكل شيء جاهز، فتعالوا إلى العرس. ولكن المدعوين تهاونوا، فذهب واحد إلى حقله وآخر إلى متجره، والباقون قبضوا على عبيد الملك وأهله.